الدولار سعره ثابت في كل العالم، ما تغير سعره، لكنه المشكلة أنه خفضوا قيمة الدينار قياسا مع الدولار، نعم وهذه سابقة لم تحدث في كل العالم. ما معقولة دولة تحاول أن تخفض عملتها المحلية وتقلل من قيمتها بهذه الطريقة، وانعكاساتها مثل ما جنابك قبل دقيقة من شو أنت تتحدثين بالروبوتاج اللي عرضتيه، أنه نعم المواطن هو الأكثر ضررا نعم بهذه المسألة. يعني تصوري منظمة حقوق الإنسان تطالب بتعويض العراقي والحكومة ما تفكر بهذا الموضوع، نعم يعني إلى أي مدى وإلى أي مستوى وصل؟ ثم طيب وزير المالية أستاذ عبد ووزير الرحمن، ومحافظ البنك المركزي، أنا لا يعني نعم أستاذ عبد الرحمن قبل نعم أن ننتقل إلى جزئية وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، ما يتعلق بشكل العلاقة بين سد العجز في الموازنة وما تفضلت به من رفع يعني سعر أو خفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، يعني وعلاقتهما صح أيضا بارتفاع أسعار النفط أخيرا. نعم إيه، إذا موضوع ارتفاع سعر النفط، احنا نتذكر عندما أقرت الموازنة في آذار الماضي أقرت وكان نسبة العجز اللي بها يعني نوعا ما أقل مما بالبداية عندما عرضت مسودة الموازنة للبرلمان، وأعتقد استقر العجز بحدود 20 أو 25 مليار دينار. هذا الارتفاع بسعر النفط راح يأثر على الحكومة، وبالتالي راح يقلل من قيمة العجز، والمواطن ما راح يلمس هذا الفرق بالنسبة له، لأنه يعني لاحظي في إحدى دول الخليج عندما ارتفع سعر برميل النفط وزعوا مكافآت مو للموظفين، للمواطنين وخاصة يعني ذوي الجنسية الخليجية وليس المقيمين، وزعوا لهم فروقات الأرباح اللي حققت من خلال رفع برميل النفط، لكنه بالعراق ما صار، بالعكس إصرار. واليوم البنك المركزي تصريح له يصر على أنه لا نية لتغيير سعر الصرف نهائياً.